طيب ايه اخبار ايمن اشرف؟ هل هيلحق يكون موجود مع النادي الاهلي ولا لا في مباراه القمه المقبله يوم 10 مايو؟ لا اقدر اقوله لكم وفقا لمصادر داخل النادي الاهلي انه ايمن اشرف هيكون جاهز لقياده الجبهه اليسرى في مباراه القمه اللي هي هتبقى يوم 10 مايو ان شاء الله. اللعيب هينتظم في التدريبات الجماعيه بشكل تدريجي خلال الوقت اللي جاي، وهيكون جاهز انه يبقى موجود مع الفريق بعد ما اتحقنت ركبته لتخليصه كانت من المشكلة اللي علاقة بالخشونة في الركبة، وهيكون جاهز كمان لمواجهة سان داونز في مباراة الذهاب إن شاء الله بإذن الله ليوم 14، يبقى هو من يوم 10 إن شاء الله بإذن الله هيكون جاهز. الجهاز الطبي للنادي الأهلي شدد قوي على الإجراءات الاحترازية لكورونا، زي ما بقول لحضراتكم كورونا عاملة كامباك عالمي، كام باك من اللي بيجيب اجوان، بس اجوان وحشه، اجوان ما تحبهاش يعني. ف ده الخبر ده يخص النادي الاهلي، انه اعتقد انه الطبيعي ان الكل يشدد من الاجراءات الاحترازيه المتعلقه يعني بتفادي فيروس كورونا، لانه الاهلي طلب من اللعيبه بتاعته عدم التواجد في اي اماكن من الاماكن المغلقه او الاماكن المزدحمه، وطلب بانه ياخدوا بالهم جدا جدا من لبس الكمامه والامور اللي شبه كده، لانه ما فيش بالامكان اي صدمات ليها علاقه بالموضوع ده دلوقتي، لانه في ماتشات متلاحمه متلاحقه بسرعه وفي ضغط كبير جدا جدا. بشوف الطبيعي انه ده ما يبقاش بس في الاهلي، انه يبقى موجود مع كل فرق الدوري ومن يشارك في منافسات رئيسيه وكبرى. اروح لفصل